مساء الخير على كل مشاهدي دي ام سي. في امسيه مميزه من حفل وليالي مهرجان العالم عالمي، والنهارده في عندنا اكتر من حفله واكتر من امسيه غنائيه، ولكن انا تحديدا دلوقتي متواجده في الخيمه الذكيه اللي هيقام فيها حفل الموسيقار الجميل عمر خيرت. بدايه مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا، مساء الخير يا فندم. عايزه اسال بقى، جايين من فين الاول؟ احنا جايين من القاهره، التجمع الخامس. طيب، سبب اختيار الموسيقار عمر خيرت الحفلة دي تحديدا ليه؟ والله هو عمر خيرت يعني ما بيختلفش عليه حد، ونموذج مشرف لمصر الأول، ونموذج مشرف للموسيقى العربية كلها، وكل الناس بتتمنى ان هي تسمع له. فأنا كان من إحدى أمنياتي، لأن كنت بره بفترة طويلة، ان انا احضر لعمر خيرت. وابني جاي زيارة، هو جاي من أمريكا، فلقيته النهاردة بالصدفة قال لي اركبي يا ماما العربيه انت وبابا، احنا رايحين مشوار صغير هنا، جابنا على اسكندريه عشان نحضر حفله. مفاجاه، فكانت فعلا مفاجاه جميله جدا. مفاجاه طبعا جميله يعني، وبتمنى لحضرتك الاستمتاع النهارده بالحفل. وكمان اسمح لي اسال حضرتك، يعني ايه رايك في الاجواء النهارده، في القاعه، في التنظيم، في الجلوس؟ فعلا حاجات جميله جدا، وتنظيم واداره، وحاجه يعني بنفتخر بيها. احنا كمصريين بنفتخر بالحاجات دي كلها، وعندنا حاجات اكتر من كده كمان ان شاء الله. ان شاء الله بلدنا. انتم منورينا في الحفل، وان شاء الله تستمتعوا بيها. كمان في حاجه معينه عايزه تسمعيها، حابه تسمعيها النهارده من المقطع؟ والله عمر خيرت لو عمل اي حاجه انا مستمتعه جدا جدا بالموسيقى دي، جدا جدا. يعني ان شاء الله تبقى سهره سعيده على حضرتك. وعايزين نعرف بقى الكواليس، كواليس المفاجاه. يعني ذكرت لي انه انتوا عاملين مفاجاه ليها، ايه الحكايه؟ احنا اساسا احنا مصريين طبعا، بس عايشين في امريكا بقالنا فتره، واجازاتنا محدوده انت عارفه. ومن ضمن الحاجات اللي ماما يعني كانت بتتمنى انها تحضرها او تعملها، انها تحضر حفله لعمر خيرت. كل مره نشوف في اماكن في الاوبرا او في مكتبه اسكندريه ما بنلاقيش خالص. سبحان الله، من 3 ايام مراتي كانت بتقول لي ده في حفله لعمر خيرت في العالمين. انا في ساعتها ما كانش عندي طبعا الاب بتاع تذكرتي وكده، دخلت على طول وعملت ريجستريشن وحجزت 4 تيكت لنا، حتى احنا سايبين الولاد يعني عند مامتها يعني وكده. فقلنا لها بقى يعني عندنا نروح اسكندريه كده 2 يوم بسرعه، وجبناها على طول على الحفله يعني. طبعا مفاجاه جميله جدا، ومعانا شريكه المفاجاه كمان. والله بصي، هي مفاجاه لينا كلنا، لان احنا من زمان نفسنا ان احنا نحضر حفله الموسيقار الكبير عمر خيرت، يعني من زمان قوي. وكل ما نيجي ننزل اجازه بيبقى الوقت صغير، وما بيصادفش ان في حاجه نلحق نجيها يعني. فسبحان الله يعني المره دي ظبطت. توقع الحفل بقى هيكون عامل ازاي؟ هو مبدئيا المكان كله تحفه اصلا، والتنظيم هنا حلو جدا جدا، والمكان كله جميل ومنظم، والجو جميل يعني، مكان فوق يعني ممتاز. في مقطوعه مميزه حابه تسمعيها النهارده؟ والله انا بحب اللي هي كان بيغنيها عمر علي الحجار، اسمها طويل الليل، ما بسالت ما كل اللي هي كل الجروح يا دوا، صح؟ دي انا بحبها قوي. حاجه جميله جدا، قوي قوي قوي. طبعا بتمنى لحضراتكم جميعا ان انتم تستمتعوا النهارده بالامسيه الجميله مع الفنان والموسيقار عمر خيرت.